شكرا لوالد الشهيد حسين الجزائري على كلمته. لا بد للقيد أن ينكسر. يا أيها الجلاد أبعد عن يدي هذا الصفد، ففي يدي لم تبق يد، ولم تعد في جسدي روح، ولم يبق جسد. كيس من الجلد أنا فيه عظام ونكد، فوهته مشدودة دوما بحبل من مسد. مواطن قح أنا كما ترى، معلق بين السماء والثرى، في بلد أغفو وأصحو في بلد، لا علم لي وليس عندي معتقد. فإنني منذ بلغت الرشد ضيعت الرشد، وإنني حسب قوانين البلد بلا عقد. أذناي وقع وفمي صمت وعيناي رمد، من أثر التعذيب خرى ميتا، وأغلق ملفه الضخم بكلمتين: ما تلا أحد. والآن مع كلمة التجمع الوحدوي يلقيها الأستاذ جاسم لدوازي. السلام عليكم ورحمة الله. أجدد الترحيب بكم في هذه الفعالية التضامنية مع معتقلي الرأي والضمير. السجون البحرينية ليست حديثة عهد بالمعتقلين السياسيين، بل شهدت العقود من الخمسينات إلى التسعينات من القرن الماضي اعتقال العديد من النشطاء السياسيين والطلبة والنشطاء العماليين. وكان سجن جزيرة جدة وسجن القلعة كما هو اليوم سجن جو وسجن الحوض الجاف. الأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد قبل 5 أعوام كان لها انعكاس على كم ونوع المعتقلين، فزاد عدد النخب من أطباء، رياضيين، قيادات سياسية، كما زاد عدد المعتقلين من النساء والشباب في مرحلة العشرينات من العمر. وللأسف لا زال الوضع مستمراً حتى اليوم رغم الهدوء النسبي الذي تعيشه البلاد. فحسب إحصاءات مرصد الوحدوي لشهرين نوفمبر وديسمبر تم رصد ما يفوق 100 معتقل. ونحن نعيش اليوم ظروفا اقتصادية صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط. نحن بأمس الحاجة لمبادرة جريئة من السلطة كما حدث في 5 فبراير من عام 2001، يفرج بموجبها عن المعتقلين وتمهد الأرضية لحوار سياسي جاد يضمن المشاركة الفاعلة للشعب في صنع القرار، ويعيد لنا حقبة تصفير السجون من معتقلي الرأي التي استمرت لعدة أعوام منذ العام 2001 حتى العام 2006. الفرج العاجل للمعتقلين، والمجد والخلود للشهداء والأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.